مشاهدينا كما نتابع وذلك محليا، نتابع خروج من تم إصدار القرار الجمهوري بالعفو عنهم، وذلك في إطار قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن 203 معظمهم من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية. كما نتابع مشاهدينا أهالي وذوي هؤلاء الشباب الذين كما نشاهد في الصورة الحية على الهواء مباشرة في استقبال هؤلاء الشباب. هذا القرار الخاص بالعفو جاء في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي. هذا القرار الذي تضمن الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها وأيضا العقوبة التبعية. مشاهدينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في نقل حي لهذا المشهد الخاص بالعفو عن 203 من الشباب الذين صدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرار الجمهوري بالعفو عنهم في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي. مشاهدينا كما نتابع هذه الفرحة التي تسود أهالي الشباب الذين تم العفو عنهم، 203 من الشباب الذين أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو عنهم، وهم من صدر بحقهم أحكام قضائية نهائية. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك استاذ محمد. طبعا التقينا بحضرتك يا فندم عبر الهاتف في خدمات اخباريه سابقه، وكنا بنتحدث عن هذا القرار الجمهوري الهام الخاص بالعفو عن 203 من الشباب الذين صدرت بحقهم بالفعل احكام قضائيه نهائيه، وكما تابعنا هذا المشهد الخاص بالفعل عن العفو عن هؤلاء الشباب. كيف تعلق على هذا المشهد الذي نراه على الهواء مباشره؟ بنقول لكل أخرى تم يعني لم شملها، سواء زوجة مع زوجها، سواء ابن مع والدته، سواء أخ مع أخوه، يعني بنقول لهم ألف مبروك، ونتمنى إن شاء الله يعني إن تكون دي صفحة جديدة تتفتح بين الدولة وبين الشباب، وإن شاء الله الأسر الأخرى التي ما زالت تنتظر لسه عندنا فرص ثانية إن شاء الله تكمل مع باقي الحالات. باب الأمل ما زال مفتوح. هذا المشهد نتيجة من أهم الإنجازات اللي ترتبت على المؤتمر الوطني الأول للشباب، وعلى الحوار اللي تم بشكل جدي بين الدولة وبين الشباب، ولذلك بنؤكد على الشباب أنه وسيلة الحوار هي الوسيلة الموضوعية الوحيدة لإيصال الأصوات المختلفة اللي عندها آراء، لأنه بالحوار قدرنا نوصل لهذا المشهد. وأيضا نقول الكلام ده للدولة المصرية اللي بالتأكيد هتكون سعيدة انه
يعني في حاله من النظره المختلفه اللي ممكن تبقى بين الشباب وبينها وبين قطاعات وبين الشباب وبينها نتيجه للمؤتمر ونتيجه اللي ما ترتب عليه بهذا المشهد اللي كلنا بيأثر بالتاكيد في كل اسره مصريه شايفه هذا المشهد المبهج يعني. نعم، حضرتك ذكرت يا فندم انه يعني الذين تم بالفعل العفو عنهم بيصلوا الى 286 الان، يعني ده على حسب اخر رقم وصلنا اليه. 285 لانه كان في 82 في القائمه الاولى وفي 203 في القائمه، يعني احنا قدام 285 تم العفو عنهم في القائمتين الاولى والثانيه. تمام، ما المقصود بانه القرار بيتضمن الاعفاء عن العقوبه الاصليه وما تبقى منها والعقوبه التبعيه ايضا استاذ محمد؟ انه في عقوبات جنائيه بيترتب عليها عقوبات اخرى حتى مع تنفيذها، زي مثلا المراقبه اللي ممكن تبقى موجوده على الشخص المتهم انه لازم يسلم نفسه في اسم الشرطه التابع ليه، ده بيلغي هذا الاجراء الاحترازي اللي بيتم بعد الافراج عنه. ايضا لما يجي يطلع صحيفه حاله جنائيه لا تسجل هذه العقوبه باعتبارها سابقه جنائيه مرت بيه، وده طبعا بالنسبه لكثير من الشباب بيفرق لانه فرص العمل بيبقى يعني بيطلب صحيفه اي بيقدم على وظيفه بعد كده بيطلب صحيفه حاله جنائيه لما بيكون عنده يعني سابقه زي دي يعني بيكون فرصته اقل بكل تاكيد، فده كمان بيديهم فرصه جديده ان هم يبداوا حياتهم. وما تبقى من العقوبه يعني لو فاضل في العقوبه لسه جزء بيتم الغائه، وبيتم الغاء العقوبه نفسها اللي صدرت انه زي ما قلت ما تبقاش موجوده في صحيفته في الحاله الجنائيه اللي هو الفيش والتشبيه يعني. نعم، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ محمد عبد العزيز عضو لجنه العفو الرئاسي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا ما زلنا معكم في متابعة لهذا المشهد الخاص باستقبال أهالي الشباب الذين صدر بحقهم قرار جمهوري بالعفو عنهم، الشباب الذين صدر بحقهم أحكام قضائية نهائية، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر بالفعل قرارا جمهوريا بالعفو عن 203 منهم، وهذا القرار الذي يأتي في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي. مشاهدينا الكرام، خدماتنا الإخبارية لا زالت تتواصل معكم دائما على شاشة النيل الأخبار، كونوا دائما معنا.